الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم إنما يحمله العدول خلفا بعد سلف. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم أنتم ويجعلنا معكم من أولئك العدول الذين يحملون هذا العلم خلفا بعد سلف. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث صحيح صححه الإمام أحمد بن حنبل وصححه الإمام محمد بن إبراهيم بن الوزير شيخ المحدثين في الزمان. أنا أول معرفتي بالأندونيسيا والأندونيسيين كان سببه طلب العلم. صحيح أن أنا تخرجت في الجامعات البريطانية والفرنسية وعشت ردحا من عمري في أوروبا، ولكن قلبي لم يكن معلقا إلا بعلوم الشرع، وجعلت أطلب علوم الشرع في مظاهري. فكان من كبار الشيوخ الذين لقيتهم خبرت عنه ونبئت به رجل مقيم في مكة حتى نسب إليه، وأولاده موجودون إلى هذا اليوم، يظن فيهم أنهم مكيون ولكنهم أندونيسيون، وهو الشيخ محمد ياسين بن عيسى البداني المكي. فتوجهت من جدة بصحبة الفقيه العلامة الشيخ أحمد بن سعد المعبي، فقيه أهل الحجاز، فقيه أهل الحجاز، إلى لقاء الشيخ محمد ياسين بن عيسى البداني في منزله في مكة. فلقيته وجلست إليه ففرح بي فرحا شديدا وأجازني في كل ما عنده، وهو مسند الدنيا، لم يكن إسناد في العصر إلا وقد اجتمع عند هذا الشيخ العجيب. لم تجتمع الأسانيد، كان يظن أن الأسانيد قد اجتمعت عند حافظ المغرب الشيخ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني صاحب الكتاب الضخم فهرست الفهارس والأثبات في الأسانيد والمسلسلات والمشيخات، ولكن الشيخ الأندونيسي هذا بذه وتفوق عليه بأسانيد لم تمر بخاطر الشيخ الكتاني، وأسانيده لو جمعت كتبها بعضها إلى بعض يمكن لعلها بس مجرد أسانيد عن فلان عن فلان عن فلان تملأ هذه الغرفة فقط. فجلست إليه أطول جلسة جلستها بين يدي عالم، امتدت ما بعد صلاة العشاء جلسة واحدة إلى أن أذن لنا بالإنصراف. فلما انصرفنا من عنده ما يعني أخذنا في الطريق العام إلا ونحن نسمع أذان الفجر قد أذن. وكنت آخر من تلقى عنه، فإنه مات بعدها رحمه الله ورضي عنه، وكان موته فجيعة على العالم الإسلامي وفجيعة لأهل العلم جميعا. وكتبت قصيدة مطولة في رثائه وعزائه، يعني مطلعها تهدم ركن العلم، تهدم ركن العلم والسند العالي، لأن كانت أسانيده أعلى الأسانيد، تهدم ركن العلم والسند العالي وأصبح ميدان الأسانيد كالخالي.
في قصيدة مطولة ذهبت إلى أبنائهم في مكة وعزيتهم وتلامذتهم وأخذوا مني القصيدة، ثم جعلت أطلب العلم ولما ذهبت إلى أندونيسيا، وأنا الآن عندي كتاب سوف أخرجه إلى الطباعة اسمه جولة في ربوع أندونيسيا، لقيت فيها يعني أندونيسيا جمعية نهضة العلماء وجمعية الطرق المعتبرة، يعني قوم يعني كان في جامعة أعتقد جامعة درمان أو غيرها، أتاني آت فقال لي تحضر مناقشة رسالة بتاعت ماجستير ودكتوراه في الموازنة بين الطريقة التجارية في السودان وأندونيسيا. وقتها أنا لم أكن أعرف أن أندونيسيا فيها تجاريون لهذه الكثرة، أعرف أن السودان يعني مركز ثقل للطريقة التجارية، فقلت كيف يعني تكون مقارنة بين ملايين الملايين ممن ينتسبون إلى هذه الطريقة وأندونيسيا التي ما أظن أن فيها إلا قليلا منهم. فلما وصلت إليها عرفت وجه المقارنة وأنها ثاني أضخم طريقة على مستوى الجزر الأندونيسية، وعلماؤها هم أهل مشرقة العلم والفكر. ولما بلغنا إليهم جرت مطارحات علمية ومسجلات علمية دلت على أن يعني أهل أندونيسيا علماؤهم علماء، فكانوا يسألون عن غامض المسائل ومستشكلات القضايا، ووجدت عند بعضهم تضلعا في علوم العربية لا يكاد يعرفه الناطقون بالعربية. أضرب لكم مثال، كنا في زيارة لأحد شيوخهم يعني عمره في ذلك الوقت كان 82 سنة، الآن لعله نيف على 90. فلما جلسنا وكان مجلس ضيافة، فجاءوا في الضيافة بالفاكهة، الشيخ اسمه فوزان عظيمان، فأخذ من الفاكهة كان فيه موز، فكان يعني يؤانسني، فأعطاني الموز وقال لي هذا ويتكلم بالعربية الفصحى، هذا الموز وثلاثيه لا أصل له في العربية. قال لي تفضل هذا الموز وثلاثيه لا أصل له في العربية. كان الذي معي أحد كبار علماء الجزائر الشيخ بن دوينة، شيخ العلماء في وهران، الشيخ محمد الحبيب، فلم يعقل ولم يفهم ماذا قال الشيخ، وأنا تبسمت ضاحكا. قلت له تعرف ماذا يريد أن يقول هذا الشيخ؟ هذه من العلوم في العربية لا يكاد يعرفها كثير من علماء العربية، وهو أن كيف نميز بين الكلمة العربية الأصيلة والكلمة العربية التي عربتها العرب فدخلت في لغتها دخيلة وليست أصيلة، فجعلوا لها معيارين، معيار الوزن، فجعلوا فيه أوزان معينة، يعني مثلا وزن سجنجل هذه معربة، لأن دي يعني عمرو القيس يقول في قصيدته ترائبها مصقولة كالسجنجل، والسجنجل كلمة في أصلها بيزنطية رومية، وهي كلمة سجنجيلوس في اللغة
اليونانية القديمة. سجن جولس معناها المراية، ترائبها مصقولة مثل المراية يعني، وهو معنى سجنجل في القاموس العربي. السجنجل هي المرآة. ومنها الكلمة التي تعذبها العرب، مثلا الأسد في اللغة الفارسية يقولون الأسد جاشورز، فجاشورز هو الأسد، فعربتها العرب بألسنتها فصارت قسوة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة من أسد. فهذه في أصولها ليست عربية، ولكن العرب نطقت بها بتفعيلاتها فصارت جزءا من عربيتهم، ولكن بقيت كلمات العرب لم تنطق بها بتفعيلاتها. فهذا هو الذي يسموه الدخيل. الدخيل يعني دخل في لغة العرب ولم تغيره العرب إلى تفعيلاتها. يعرفونه بعلامات. من جملة العلامات التي يعرفونه بها مثلا اجتماع السين والذال، واجتماع التاء والطاء، واجتماع الدال والضاد. فإذا وجدنا كلمة يتكلم بها العرب وقد اجتمعت فيها السين والذال، علمنا أن هذه الكلمة ليست عربية، وإنما هي كلمة دخيلة. اجتمعت فيها التاء والطاء، علمنا أنها ليست كلمة أصيلة وإنما هي دخيلة. اجتمعت فيها الدال والضاد وهكذا. مثلا الآن نقول الأستاذ. الأستاذ كلمة اجتمعت فيها السين والذال. اجتماع السين والذال معناه أن كلمة أستاذ ليست عربية أصيلة، وإنما هي لغة وافدة على لغة العرب، وهو الحق. فإن كلمة أستاذ لا تعرفها العرب في لغتها أصلا. السذاجة، وفلان ساذج، أفعاله تتميز بالسذاجة، فاجتمعت السين والذال. فاجتماع السين والذال دل على أن السذاجة كلمة أصيلة، كلمة دخيلة وليست من أصيل كلام العرب. ولذلك خطأوا من قال السميذع، لأن السميذع كلمة عربية بيقين. السميذع، السميذع هو السيد الذي جمع خصال المكارم والسؤدد، وقال فلان سميذع، هكذا يقولون، وهو خطأ، لأن الكلمة عربية حقيقة، فكيف تجتمع فيها السين والذال؟ فإذا رجعنا إلى قواميس اللغة وضبط الحروف وضبط الألفاظ لم نجد سينا وذالا قد اجتمعا، لأن كل من نطق من الكتاب فقال السميذع بالذال فهو مخطئ خطأ بينا، لأنها عند العرب وفي قواميسهم إنما هي السميذع بالذال، لأن السين والذال لا تجتمع في أصل كلمة العربية. وهو علم واسع تعرف به الأصيل والدخيل في لغة العرب. هذا العلم كثير من علماء العربية الذين يدرسونها الآن لا علم لهم به. هذا الشيخ القاعد في أندونيسيا البعيدة وكل من حوله يتكلم لغة غير عربية يقول لي تفضل هذا الموز وثلاثيه لا أصل له في العربية. وصدق. الميم والواء والزاي لم تجتمع في أصل كلمة العربية أصلا. يعني لما تكون لم تجتمع الميم والواء والزاي في أصل كلمة العربية، يكون الموز إنتاج عربي ولا غير عربي؟ غير عربي. فهذا يدل على ما في بلاد إندونيسيا التي كانت تسمى في الزمان الأول بالجاوة، أهل العلم الذين كانوا فيها، ويعني بعد غورهم في العلم، كانوا يسألون في مسائل من غوامض المسائل،
كنت أنا أتعجب مثل هذه المسائل وأنا في البلاد لم أكن أسأل عنها وهم يسألون عنها. لكن يعني من عجيب يعني ما رأيته في تلك البلاد هو أنه برغم التكنولوجيا والجامعات والحضارة والثقافة والانفتاح العالمي ما هذه الأصنام التي هم عليها عاكفون؟ يعني حينما دخلت جزيرة بالي يعني تمنيت أن أخرج منها سريعا. قال أصحابي قال أنت عايز تطلع ليه؟ قلت لهم أخشى على نفسي من الطير الأبابيل. يعني لأول مرة أشعر وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إن أنا بقول لك كلمة لها وزن ولها معنى كبير. ما شعرت بقيمة الصلاة والركوع والسجود إلا في بالي. يعني شيء عجيب أن الإنسان يعني يكون في مكة وما شعر بقيمة الصلاة إلا في بالي، لأنه في بالي كل ما حولك يعبد غير الله، حتى في الشوارع في الطرقات أمام المولات وأمام السوبر ماركت في كل مكان بوزة كبيرة وبوزة ترانزستور كله. شيء يعني مؤذي للغاية، في حين أن جزيرة بالي بجمالها وروعة طبيعتها كلها شاهد على أن الله ليس معه. وقلت لبعضهم قلت كل هذا الجمال الذي لا يكاد يوجد له مثيل في العالم ينظرونه ويعتقدون إله مع الله. أيضا يعني ولكن من يدخل فيهم في الإسلام ما شاء الله تبارك الله. جئنا في قرية صغيرة كانت كلها بوذية ولها معبد، فأسلموا جميعا حتى كاهنهم الأعظم في معبدهم أسلم معه وحول المعبد إلى مسجد، وصار هو الكاهن صار الآن إمام المسجد والسلطيك. ففيهم يعني العلم وفيهم النور وفيهم الولاية وفيهم الصلاح وفيهم خير عظيم. وذهبنا إلى بوربلينغو وإلى بوكور وإلى تسيك ملايا وإلى شربون وإلى سرابايا وإلى جبل قرمسين وإلى وكلمنتان، وطوفنا بتلك البلاد يعني طوافا ما حطتنا يعني قدما في مكان إلا والناس في العلم والصلاح. الناس وجدنا عندهم حب في العلم مدهش، المعاهد العلمية التي عندهم وباندون يعني يقولون هذه زاوية، ندخل الزاوية نصاب بدهشة. الزوايا التي رأيناها عندهم في أندونيسيا أنا في الآخر أطلقت عليها زوايا 5 نجوم. 5 نجوم بمعنى الكلمة 5 star، لأن الزوايا عندنا كالتي تعلمون سور دائر ما يدور ثم أفرش الأرض بما شئت وبس. الزاوية عندهم سيراميك مبنية بالخرسانة المسلح مفروشة بأجمل الفرش والسجاجيد وفيها غرف للضيافة، وهذه الغرف للضيافة بدواليبها وسرائرها كل شيء فيها تمام، تتبعها دار الضيافة فيها وحمام ماءه ساخن بارد. كل هذا كل ما ندخل زاوية نجدها على هذا النمط، وأنا أقول يعني تكاليف الزوايا عندكم مزعجة. ومع ذلك فلا يتوالون عن بناء الزوايا بهذا، وكل وحبب إليهم إنفاق المال في شأن الله عز وجل. رجل واحد منهم بنى 93 زاوية من هذا النمط.
المعهد العلمي يجعلون مع المعهد العلمي منازل الطلبة وداخليته ويتولون عليهم الإنفاق. وحينما ضربتم على طاركم ذكرتموني في كل موقع ذهبنا إليه تلقونا بما تلقيتمونا به. وهو الذي يسميه الفقهاء السماع. وقد اختلفوا فيه جوازا وغير جوازا. وفقهاء الشافعية أغلبهم على أنه جائز، وفقهاء المالكية كثير منهم أنه جائز وكثير منهم غير جائز، والحنابلة قولا واحدا إلا من شذ منهم أنه غير جائز، والأحناف معظمهم قائلون بأنه جائز. أما الظاهرية أبو محمد بن حزم الأندلس الظاهري، أبو محمد علي بن حزم الأندلس الظاهري وداود الظاهري وابن القيصران وابن طاهر المقدسي، وهذه الطائفة من كبراء فقهاء المدرسة الظاهرية، فكلهم قولا واحدا أنه جائز، ما شذ منهم ولا واحد بالقول بعدم الجواز. وفي ألفية العراقي عنعنة كخبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف، هكذا كانوا يحفظون إياها حينما كنا نطلب علم من المحدث. ولكن هي مسألة يتسع فيها الخلاف ويتسع فيها الرأي، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، والأجر الواحد نور والأجران نورا، فالكل في النور وليس أحد في الظلام. يعني الذي معه نور في النور، والذي معه نوران في النور، كلهم في النور، فليس أحد في الظلام. والإمام الشوكاني انتهى به علمه في هذه المسألة بعد أن سبرها سبرا وشقق أدلتها شقا، قال انتهيت فيها إلى قول واحد، ما ورد في السماع إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. وصدق الشوكاني. فوجدنا شيئا عند طلبة العلم في أندونيسيا لا نكاد نجده عند طلبة العلم في بلادنا، حسن أدبهم مع الشيوخ. ما جلست في مجلس سواء كان في القرآن أو في تعليم الفقه أو في غيره والطلبة جالسون أمام معلميهم إلا وهم في غاية الأدب. أدب حتى يعني لم يلفت انتباهنا، يلفت أنظارنا، لا نعرفه حتى في بلادنا بهذه الصورة المدهشة. حتى طلبت من بعضهم أن يصوروه لي بالفيديو، وحتى حينما يريدون أن يسلموا على شيوخهم حين الانصراف والوداع يسلمون عليهم بطريقة يعني شيء ما شاء الله تبارك من حسن الأدب. من أراد أن يعرف الأدب ويقتبسه فليسافر إلى أندونيسيا ويرجع. فيهم حسن الظن، يحسنون الظن بكل أحد، فإن كان عالما فهو العامل بعلمه في ظنه، وإن كان عاملا بعلمه فهو المقرب إلى الله بالقبول في ظنه، وإن كان عاصيا فهو الذي قد غفر له إن شاء الله. فنظرهم مبني على حسن الظن. هذا وجدناه عندهم وقد بوركت أيامه. ولذلك يعني ما بلدة دخلتها وأرض وصلتها وبقي انطباعها عندي بهذه القوة مثل بلادكم التي جئتم. ولذلك أنا الآن في كتابة أبين فيها مراتب أهل العلم في أندونيسيا، وأذكر فيها انطباعاتي الخاصة عن تلك البلاد، وسميت الكتاب جولة في ربوع أندونيسيا.
الناس على مذهب أهل السنة والجماعة من طريق الأشعرية والماتريدية، والأولياء الصالحون عندهم كلهم مقبولون، وفضل الله واسع، وما أخبر الصالحون إلا عن فضل الله عز وجل.